مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نلتقي بحضراتكم مباشرة اليوم من مدينة دبي، واحدة من أجمل مدن العالم واللي بتحتضن مباراة اليوم. تبدأ المواجهة. النتيجة الحالية 1-0. هجمة مرتبة من أجل التعادل. نستكمل مجريات هذه المباراة. هدف التقدم. من جديد مع أحداث هذه المباراة. يبحثون عن ثغرة من أجل التأهيل. إذن النتيجة تشير للتعادل 2-2. يبحثون عن فرصة، فرصة 1-1. تحقق النتيجة 3-2. نعود مع ركلة البداية. ما في 30 ثانية لنهاية الشوط الأول. البحث عن ثغرة لتسجيل التعادل قبل نهاية الشوط. التعادل يأتي 3-3. نعود مجددا إلى المباراة. إثارة كبيرة وحضور قوي من الفريقين في الشوط الأول. نتمنى أن تستمر الإثارة في الشوط الثاني.
بناء هذه الهجمة. Let's go.